بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الأستاذ العميد ممثل الجامعة، حضرات الإخوة والأخوات الباحثين الأكاديميين الأدباء والشعراء، الأخ الكريم والعزيز سيدي محمد يعيش، سيقول قائل: وما دخل هذا الممثل للإدارة الترابية بينكم كعلماء كأكاديميين كباحثين؟ أولا أتقدم بالشكر الجزيل لجمعية الفنانين للثقافة والمسرح بالفاس على هذه الالتفاتة التي ما أحوجت مدينة فاس إليها. أين هي فاس؟ أين هي ثقافة فاس التي عشناها في الستينات والسبعينات؟ وكان لي شرف أن أحضر عدة لقاءات ثقافية يؤطرها ويسيرها الدكتور الشاعر الأستاذ أحمد مفدي، وكذلك أخونا الشاعر الوزاني عبد الكريم، ومجموعة من المثقفين ككيتان وغيرهم الذين رحلوا. توجهت اليوم لحضور هذا اللقاء، ولا أخفيكم سرا أنني اليوم أحسست وكأنني عدت إلى مدرجات الكلية. قد استفدت استفادة كبيرة من الكلمات التي فككت، بما أنك أصبحت نموذجا للتفكيك، كلمات فككت شخصيتك الإنسانية والأكاديمية على أحسن ما يرام. وأقول وأتوجه بقلب صادق ومحبة خالصة للجامعيين بأن يعودوا إلى الساحة كمثقفين ولا يبقوا فقط، يعني بالمدرجات في مواجهة الطلبة، أن يخرجوا الطلبة إلى الثقافة الحقيقية، إلى مثل هذه اللقاءات. أنا لست أديبا بمعنى الكلمة، أحب الأدب، أحب الشعر، وأحب آلاءه، ولكن أنا لا تطيعني الكلمات كما تطيعكم أنتم أيها الأكاديميون الأدباء والشعراء، ولكن اليوم أجد نفسي في مناسبة، والمناسبة الشرف بين أهل عرب صباح زيز، وبين أهل الغرفة، وبين أهل سجن ماسة، وكم سرني ذلك وابتهجت لذلك، لأن عشت بينهم وعاشرتهم وعرفت قيمتهم الإنسانية وقيمتهم أيضا الفنية. أنتم تعرفون على أن المدفون هو ابن قصر السوق ابن الراشدين، وما أدراك ما قاله الجراري في أهلي قصر السوق. فإذا الكلمة تنساب انسياب وادي زيز وانسياب وادي غريس، لكن لا أرى أن هناك من ينتمي لضفة جير، فابحثوا عنه. إذا موجود، إذا ثلاثي غريس زيز وجير، وكيف لا يكون للكلام معناه؟ أهنئكم وأحييكم وأقول في الأستاذ يعيش، أنا عرفته في بداية التسعينات عن طريق الأستاذ الدكتور حسن الغرفي، وكم كان رائعا ومتألقا من خلال قصائده الوطنية التي لم يشر إليها أحد في المداخلات. فإلى جانب التصوف، فهناك التصوف الوطني أيضا له قيمته وله معناه وله مكانته،
أهنئك أيها الأخ الكريم، وأهنئ الأساتذة الجامعيين الذين تفضلوا بإلقاء هذا الكلام الطيب أمام هذه الباقة المزهرة ذات الأريج الطيب. وأتمنى أن نحضر مرارا وتكرارا مثل هذه اللقاءات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم أستاذ فاضل السيدي عبد الله عليلي على هذه الكلمة الطيبة. الكلمة للشاعر أكرم المرسلين. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله يتوسل. من أين أبدأ مع ذي محمد ياش؟ من حبي. من حبي. على ذكر حبي يقول الحديث: من أحبه الناس أحبه الله. والعكس صحيح، من أحبه الله أحبه الناس. وأنت أحب الناس. الذي جمع بيني وبينك هو بيتان يقولان: ولقد بكيت على ربوعهم وطولها بيد البلا نهب، وبكيت حتى عج من لغب. أنت تحتاج في الواقع إلى قصيد ربما معلقة ذات قوي سيء، ولكنني اخترت لك بعض من رباعية حتى لا أطيل على الإخوة. ودون أن أنسى أن أشكر الأساتذة الأجلاء وأتقدم لهم التحية والإجلال والحضور الكرام. هاتوا واخذوني. على قد يقولون أنني صوفي، ولا أدري هل أنني كذلك أم لا، لكن أقول أنا سيدي محمد ياش هو كلمات الغر والفكر التي إذا انصدمت في العقل تومض في العقل، فلا لغو في معنى ولا حشو في مبنى، مصابيح في الدجور دائمة الوقت. الوقدي إلى العلم هل للعلم في الأفق غيره، فقد عباه من نبعه وهو في المهد في الصحراء. وسيم إذا يأتي، جليل إذا يمضي، بليغ تواتيه البلاغة بالقصد، وهذا قصدي. السلام عليكم.